ثم أما بعد، فنعود إلى المقطع الذي كنا فيه من سورة البقرة، بدءا بقول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لنا وقفة أخيرة بإذن الله جل وعلا على ما بينا من قبل على قدر ما يسر الله جل وعلا وفتح به، وقفة في علاقة عالم الغيب بعالم الشهادة، في علاقة قضاء الله وقدره بالإمكانات المتاحة للإنسان في الأرض بناء على السنن أي القوانين التي أودعها الله جل وعلا في العلاقات الاجتماعية وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة أي بالأرض بالحياة بكل المظاهر المادية. ما علاقة عالم الشهادة الذي هو عالم المادة، عالم التدافع البشري، عالم اكتشاف المجال الذي يعيش فيه الإنسان، مجال التسخير الذي سخر لنا معشر بني آدم، ما علاقة ذلك كله بعالم الغيب؟ وهذا واضح من هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل لذلك علاقة وطيدة جدا ويضع لنا ميزانا وفرقانا، فرقان لأن الفرقان هو الدليل الذي ترى به الحق من الباطل، هو ذلك المجهر الذي تضعه على عينيك لتتبصر حقائق السير، أين الأبيض وأين الأسود، أين طريق الخير وأين طريق الشر، أين الطريق السالكة إلى الله جل وعلا، ما هي أولا وما شروط السير فيها، شروط السير، لأنه ليس كل سائر بواصل إن لم يتخذ لسيره الشروط الحقيقية الصحيحة التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته وسيرته. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. سنربط أوائل الآيات بأواخرها أي ما يسمى في السياق بالسوابق واللواحق والقرائن، وسأبسط على قدر الإمكان هذا المعنى بما يناسب عموم الناس بحول الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه العقيدة السمحة، عقيدة التوحيد، حيث هيمنة الرب على كل شيء في الكون، وقد سبق لهذا بيان، لكننا نتكلم اليوم عنه بحول الله بربط هذا المعنى بنتيجة الآيات، وذلك قولهم: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. النتيجة قد بينا بيان، جاء من عند الله البيان، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، لأهل اليقين، لأهل البصيرة، لمن اكتشفوا الحق في أنفسهم وفي الكون والطبيعة حولهم والاجتماع، يعني الاجتماع البشري المجتمع وطبيعة الحياة الاجتماعية وطبيعة العلاقات الاجتماعية في صراعها وتدافعها وفي ائتلافها وتكاملها. المبدأ الأول الذي وجب على المؤمن إن أراد أن يسلك إلى الحق، إن أراد أن يبصر الحقيقة ويسير عليها فعلا، أن يصحح تصوره، مفاهيمه، رؤيته هو للحياة، للكون، للدين، ثم قبل ذلك وبعده، وهو المعنى نفسه الذي كنت أتحدث عنه الآن، لكن بالصيغة الآن أتحدث بالصيغة العقدية، أي أن يصحح توحيده لله الواحد القهار، وذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، اللام في العربية التي هي تفيد الجر هنا تدل على الاختصاص، يعني هذا الكون كله بأبعاده الزمانية والمكانية، تعبير القرآن إحاطته ولا كأي شيء في الإحاطة والشمول، يعني ما يمكنش تقارن الكلام ديال الله تعالى بكلام البشر من حيث دقته التعبيرية، يعني ربي تعالى جمع الزمان والمكان في الملكية دياله. ولله المشرق والمغرب، المشرق اسمه مكان والمغرب اسمه مكان، يعني منطقة شرق الأرض منطقة ومنطقة غرب الأرض منطقة، يعني جهات، هذه جهة نصف شرقي من الكرة الأرضية وهذا نصف غربي من الكرة الأرضية، بامتداد ذلك في الفضاء، يعني مش غير التراب، لا، الأرض والفضاء في علاقة الأرض بالشمس، يعني راه مدار كوني كبير. علاش كيتكلم رب العالمين؟
ثم إذن هذه جهة مكانية لكنها تتضمن دلالة زمانية، وهو الشروق والغروب الذي يدل على التحولات الفلكية، يعني العمر ديال الكون، ديال الأرض، ديال السماوات، وبما في ذلك طبعا بصورة ضمنية العمر ديال بنادم، لأننا خاضعون في أعمارنا لحركة الفلك. الأعمار، الميزان ديال الأعمار خاضعة لحركة الأرض، راه كدور بنا، الأرض تدور بنا حول نفسها وحول الشمس. ماذا تصنع؟ تعد علينا الميقات. الأرض راه كتحسب علينا، هي الكونتور، كونتور ديال العمر ديالي وديالك هو الأرض، هذاك هو الكونتور. يعني كم دورة ستدور بي وبك الأرض؟ محدود محسوب. يعني أنت عايش في الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس يعني بشكل عشوائي؟ لا أبدا. لي ولك كذا وكذا دورة، كما لي ولك كذا وكذا خفقة. خفقة القلب، لا يزيد قلبك خفقة واحدة عما عد عليك ولا ينقص. يعني هذه الأعداد التي قدر الله جل وعلا في حكمته وفي قضائه وقدره أن يخفق قلبك لها وبها، راه محسوب. صحيح أنا وأنت مستحيل علينا نحسبوا الضربات ديال القلب ديالنا، عندهم يعني معدل ضربات الطفل الصغير والكهل أي الذي بلغ مبلغ الكهولة معروف، ولكن كم بالفعل ضربة يكون الإنسان ضرب القلب دياله من ساعة بدء الخفق في قلب الجنين في بطن أمه؟ لا تسعى لك عايش فيها أنت، لا أحد يستطيع أن يعد ذلك. رب العالمين وحده يحسب ذلك ويعده عدا، كذا وكذا مليون ولا مليار ضربة. علاش؟ لأنه غادي نصرفوه بالوحدة وبالوحدة، ومن اللي يتسلى الوداع يموت الإنسان. إذن الحركة، الحركة تنتج الزمان، الحركة هي اللي تعطي الزمان معروف. وبما أن الحركة تنتج الزمان معناه أن الحركة تنتج العمر، أو قلت تصنع لك العمر، كتصنع لك العمر ديالك، لكن بقدر الله. مش الحركة رها إله، ولكنها سنة من سنن الله التي وضعها في الأرض، في الكون، في الفضاء، وفي النفس أي في الجسم ديالك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذن علاقة النفس بالأرض علاقة وطيدة جدا، ولذلك قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب، باش ما توهمش بأنه كاين شي جهة فلكية أو نجم أو كوكب أو برج من الأبراج كما يعبرون يتحكم في مستقبلك أو في مصيرك. هذه خرافة من الخرافات، بل المشارق والمغارب والأفلاك وحركة النجوم كل ذلك سنن نعم، ولكنها محكومة بيد الله من خلال أسمائه الحسنى، بما هو خالق بارئ مصور سبحانه وتعالى، وبما هو سبحانه وتعالى مالك الملك الحي القيوم لا إله إلا هو. الملكية التامة، اللام ولله يفيد الملكية والاختصاص الكلي. المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، بما تضمن المشرق والمغرب من دلالات ذكرت زمانية ومكانية ونفسية. يعني هذا الشروق والغروب إذن هو دال على الحركة كما ذكرت، هو نعم يعني اسمه مكان، اسمه جهة، بالأحرى اسمه جهة، لكن هذه التسمية لما سمى مشرق حيث تشرق الشمس ويشرق النور، وسمى مغرب حيث تغرب الشمس وتغرب الأضواء، يعني مشهد عظيم جدا. سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه كان كيتأثر بزاف بمشهد الغروب، يعني مع الأسف سبحان الله العظيم، يعني هذا سوء الجهل ديالنا بالدين ديالنا، مع الأسف حقيقة هذه حقيقة واقعة. كان تصوروا بأنه النصارى ذواقة أبدا، والله لا يعرفون ما الجمالية، ونتكلم الآن بالإصطلاح الفني الجمالية كيعرفوهاش، لأن النظرة ديالهم للجمال نظرة حسية مادية متخشبة مبنية على الأنساق، يعني هذه مقدة مع هذه، ما الوجه الجميل عندهم؟ عندهم مقاييس كتحسب بالمليمتر، هذه وثنية، هذه وثنية، هذه عقلية مادية متخشبة لا تدرك حقيقة الجمال في شيء إطلاقا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يغوص ويقرأ هذا النسق إذا كان منسقا بصورة أو كان يعني منسقا بصورة أخرى، عنده جمالية أخرى التي لا يدركها الآخرون، هو عليه الصلاة والسلام يدركها. كان يجي للحظة ديال الغروب، كان كيقول في الحديث الصحيح دعاء، كيقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن هذا إدبار نهارك، إدبار النهار غادي يودع، إدبار، اللهم إن هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك فاغفر لي. يعني حقيقة فعلا يربط هذا المشهد ديال وداع كأنما يصلخ عليه الصلاة والسلام من عمره يوما زمانا، حركة إدبار وإقبال،
نهار يدبر وليل يقبل، يعني حركة فلك كان يشعر، كان سيدنا محمد حساس يشعر بالشيء قليل صغير. كل شيء واحد في الأرض اللي عنده الحس ديالو عليه الصلاة والسلام بحركة الزمن وحركة المكان والعمق في النظر إلى الأشياء، وينصت إلى صوت الأذان والمغرب يودن سيدنا بلال يودن، وما يصله من يعني بالخواطر، لأنه بلال يودن هنا واحد عود راه واحد البادية بعيدة يؤدين، واحد راه يطلب الله، فيعني الأدعية والآذان وكل النداءات من الإنسان ومن غير الإنسان، وما يدريك أن القضية محصورة في بني آدم وحسب، والله جل وعلا عنده مخلوقات لا تعد ولا تحصى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبالتأكيد إشارات في القرآن على أن خلائق عديدة لها تسبيحات في الشروق وفي الغروب، كالجبال والطير التي كانت تسبح مع داود: يا جبال أويبي معه والطير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فمعجزة داود عليه الصلاة والسلام كما بينت ماشي معناتها أن الطيور والجبال كانت كتسبح معاه، كلا، الجبال والطيور كتسبح قبل سيدنا داود ومن بعد سيدنا داود إلى الآن وإلى يوم القيامة. إنما معجزته أنه كان يسمع ذلك، هذا الفرق بين ابنه كيسمع وكيفهم هذه اللغة، وورث منه ذلك ابنه سليمان، فعلم منطق الطير ومنطق كثير من الكائنات. فإذن يعني اللحظة ديال الغروب اللي اختارها لنا ربي للصلاة وللدعاء ماشي عادية، راه مواقيت الصلوات من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء مواقيت فيها أسرار كونية، عندها يجيب لك البلك فيها العشوائية، رب العالمين ما عندوش العشوائية، ما وقت صلاة بوقت معين من الليل أو النهار إلا لحكمة، ماشي مرتبطة بنادم بوحده، كلا، ما مرتبطتش غير بيك، مرتبطة بيك وبالكون كله. فإذا أنت غبت راه الكون حضر ولكن أنت ما كاينش، إذا غبت عن موعد الرحمن فجرا فقد حضرت الملائكة وحضرت الجن وحضرت كائنات كثيرة الله أعلم بعدها وحصرها، وأنت وحدك غائب مسجل في لائحة الغائبين. ولذلك إذا المواقيت راها سر من أسرار الملك والملكوت. بعضهم يفسر هذه الكلمة الملكوت على أن الملك ديال الله تعالى في عالم الأرواح، يعني عالم الغيب، بينما الملك هو هذا الملك المادي، والملك المادي خاضع للملك الملكوتي، والله تعالى شد كل شيء سبحانه وتعالى جزء من كل، لأن عالم الغيب أكبر بكثير من عالم الشهادة. عالم الشهادة نقطة في بحر، نقطة في بحرين من عالم الغيب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه مما بينا من أن الحركة التي كان يشعر بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الغروب كان عنده هذا البعد الكوني الكبير، يتصل بالملأ الأعلى ويشهد هذه الحقيقة. وأصوات دعائك، أصوات من النمل إلى الحشرات إلى النحل إلى الحيتان في قاع المحيطات إلى ما في الملك والملكوت، اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك. هذه اللحظة الحاسمة اللي فيها تحول وكل شيء يتحول، يرجو محمد عليه الصلاة والسلام رباه أن يجعل لحظة التحول هذه لحظة تحولين أيضا في صحيفته، فيقول: رب اغفر لي عسى أن يكون من المغفور لهم. هذا كيعلمنا سيدنا محمد، كيعلمنا كيفاش نتعاشروا مع الكون مع الطبيعة، كيفاش يكون عندنا إحساس كنربطوا فيه بين عالم الشهادة وعالم الغيب. هذه الجمالية الحقيقية. الشمس راها كتغرب، راها يدابت وعطت واحد المنظر، يعني منظر الشفق الجميل وكذا، وانعكس على بحرين أو على تل من الرمال إلى آخره، شيء جميل ولكنه قاصر محدود. ذلك مبلغهم من العلم. الجمالية الحقيقية هو اكتشاف ما وراء هذا المشهد العظيم، المشاهد الكونية. وإلا لغة ربط مادي ما هي إلا كرة ديال التراب، الأرض تدور والسلام، ونجم ملتهي بناره والشمس وكتعطينا أشعة، يعني كما يصنعها قوس قزح، حال هذاك اللي قوس قزح المعروف، يعني نعرف شي يقولوا له قوس قزح، يعني بالدارجة عنده شي اسمية أخرى نفهموا، الناس اللي ما عرفش قوس قزح حزم لله فاطمة الزهراء مع الأسف، لأن هذه التسمية علاش ما بغيش نقولها، تسمية شيعية في الأصل ديالها، الشيعة هما اللي وضعوها، يقولوا الرعد صوت ديال سيدنا علي، وهذاك ديك التقويسه اللي تجي في الشتاء لما كتكون الشتاء وتطيح الشتاء وتخرج شويه ديال اشعه الشمس كيسموا واحد الحزام لله فاطمه الزهراء. فهذا من الافكار الشيعيه الخاويه، يعني انه سيدنا علي راه في الرعد وكذا الى اخره، فما عندنا غرض. اذا هذا انما هو استطراد فقط للبيان، يعني بحال هذاك شنو هو، هذيك انوار متوهمه، يعني انوار وهميه، ما كاين تما غير الماء وشعاع الشمس في انعكاسه وعطانا ديك الالوان. فإذا هذه العقلية المادية، فجمال القمر إلا بغيت تحققه من ناحية المادية ما فيه جمال،
كنقصد من الناحيه الماديه الكوكب يعكس اشعه الشمس، ولكن الجماليه الحقيقيه ديال القمر، فعلا الجماليه التي لا تنقضي، هو كيف ان هذا القمر يعكس هذه الاشعه بمقادير شي موزون، بحكمه، بحركه ينفذها. القمر كينفذها باعتباره عبدا في نظام الملك والملكوت، ما يزقلش السير ديالو، محسوب، مضبوط، مدقق، ياتي على قدر كما تاتي الاشياء على قدر. هذه الجماليه كتخلي الانسان يتامل حقيقه وكتحس بان هذا الجرم، هذا الجسم اللي هو القمر، كائن فيه حياه، فيه وعي، ما فيهش الأكسجين، ما فيهش الماء، ما فيه وعي، هو وعي بذاته، هو وعي بالكينونة دياله، لأنه يسبح بحمد ربه في نطاق السماوات والأرض اللتان قالتا أتينا طائعين. ما خدمش بوحده، ما كيش الميكانيك، ما كيش الميكانيك إطلاقا، ميكانيكين في الصناعة البشرية. أما الكون المظهر الميكانيكي دياله إنما هو مظهر، وإلا فهو تسخير، سميته ربي تعالى كيسميه تسخير، هذا التسخير مملوك للمالك الواحد القهار، ولله المشرق والمغرب. وسير فين بغيت وتأمل فين بغيت، الصانع واحد، المحرك لكل شيء واحد. ولذلك قال مباشرة بعد قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سعة الله، هذا اسم من أسماء الله الحسنى الواسع، وصفة من صفاته العلى سبحانه وتعالى، لا نشبهها ولا نعطلها ولكن نتعلمها. إن الله واسع عليم، واسع السماوات والأرض، واسع الكون كله بخلقه، هو اللي خلقه بتدبيره من قبله بقضائه وقدره، كاين شي حاجة اللي كتحرك بلا إذنه ولا بلا علمه، واسع عليم. إذن كل شيء لله، الصباح لله، المساء لله، الليل لله، السكون لله، الحركة لله، كل شيء لله. علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. أو في الأرض نزل سيدنا آدم إلى عالم الابتلاء والاختبار وأعطاه الإمكانات، هذا معنى الاختيار. قلت يعني سنتحدث عن قضية القضاء والقدر، وطالما سأل عنها كثير من الناس، وعدد العلماء لما كيبغوا يحلوها بالمنطق الكلامي الجدلي كيفشلوا، وعمر المنطق الكلامي الجدلي ما يقنع الإنسان إطلاقا. لا بد من منطلقات مسلمات تعبدية تسلم بها. إذا ما سلمت بأن وراء الكون ربا حكيما عدلا لا يظلم أحدا، ما عمرك ما توصل النتيجة. اللي ما انطلقش من منطلق العبودية والعقيدة الصحيحة والله لن يصل في مسألة القضاء والقدر إلى شيء. ولذلك الجدل الكلامي لا يجد الإنسان إلا حيرة، وعدد من علماء أهل الجدل تمنوا لو ماتوا على إيمان العجائز، يعني كي يتخلصوا من ذيك الفهمات الخاوية، لأنهم لا يستطيعوا، يعني العقل البشري مستحيل عليه أن يستوعبه علم الله وقدرة الله فيطلب كيف، مستحيل. إذا معنته لما تستوعب أنت العلم ديال الله، معنته أنك وليت إله، لأن علم الله مطلق وأنت نسبي، ولا يمكن للنسبي أن يستوعب المطلق إلا إذا صار مطلقا، يعني هذا النسبي حتى هو تكون عنده القدرات الألوهية باش يستوعب علم الله، وهذا مستحيل بما أن الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف. هل تعالى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ويفنى بعد ذلك قريبا قريبا قريبا، كل من عليها فان، يعني شاهد الضعف في الإنسان واضح جدا. فإذا الله تعالى كيحط لنا في الأرض خيارات وإمكانات، شبكة العلاقة الاجتماعية، شبكة كيقولك ربي دخل من هنا دخل من هنا، أنت حر في اختيار ذلك، دخل من بغيت، والله تعالى عليم بأنك من يدخل هنا هتوصل هنا، لأن واضع الشبكة هو رب العالمين. ولذلك قال سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لم تعلم. وهذا التعارف ماشي تعرفني ونعرفك، هذا غلط، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله وهذا البشر كله غير باش يتعرفوا، لا أبدا، لا ينبغي أن يقف المؤمن عند هذا الحد من الفهم والمعنى. علاش؟ لأن هذه الجزئية، هذا المعنى الجزئي ديال التعارف، التعارف يعني الاجتماعي، خاصه يدخل في المعنى الكبير ديال الخلق، لأنه ما علّى الله الخلق في القرآن إلا بأمر كوني كبير، وهو الاستخلاف في الأرض، وهو العمران في الأرض، أي هو الابتلاء والتكليف. وذلك قول الله سبحانه وهو كثير في القرآن والسنة، قول الله جل وعلا المعروف المتداول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هالي هادلي بحال ذكلي إلا ليعبدون، هذه علة الخلق وآيته وغايته. وهذا الكثير في القرآن هو المضطرد والموجود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني اتقوا
طلب التقوى وطلب العبادة، لأنه خلقنا، الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث، ها هو ها نفس المعنى الذي ورد في الآية الأخرى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، بدأ بالتقوى وسلنا به، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن كنرجعوا للآية ديالنا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، باش ديروا المعروف. تعارفوا، تعارفوا هذا فعل كيتسمى من أفعال المشاركة، يعني تعرفني ونعرفك، تعارفوا، تحذفت هذيك التاء في البلاغة للتخفيف باش كيسهل الكلام. الإنسان العربي هكذا يتكلم، والله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين. إذن غير تعرفني ونعرفك هكذا، لا، لنتعارف، أي نتعارف، أي نحقق أعراف الحق والعدل بيننا جميعا، لنتعارف على الحق. هذيك الشيء باش تسمى الخير معروف وتسمى الشر منكر، لأنه ما سميتوش المعروف وسميته المنكر. لا، شو المعروف؟ المعروف هو الحاجة اللي كنعرفها، والمنكر الحاجة ما كنعرفهاش، هذا معناته اللغوية. أما الاسم الحقيقي ديالهم الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا الاسم الحقيقي ديال الكلمة. لكن صار دال بعد ذلك على اصطلاح، فوقاش كيولي معروف؟ كيولي معروف من بعد ما كتعرفوا انت وكنعرفوا انا ونتعرفوا عليه. يوم اللي كنتعرفوا عليه مطلوب مننا نحضيوه باش ما يضيعش. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نأمر بالمعروف، شكون هو ذاك المعروف؟ اللي كتعرفوا انت وكنعرفوا انا. ملي نقول لك هذا راه قبيح، راك عارفه قبيح، ماشي ما عارفوش، وانا عارفه قبيح، انما النفس غواتني ودرته، او النفس غواتك ودرته. ولذلك كيحصل واحد النوع ديال القيم المتعارف عليها، كاين المتعارف عليه بشريا وكاين المتعارف عليه دينيا. فين كيوقع الخلاف؟ كيوقع الخلاف في مسمى الفقهاء بتحقيق المناط. ملي نبغيو نطبقوه نقولوا واش هو هذا اللي متعارفين عليه ولا ماشي هو. اما المبدا ديالو معروف، ما كاينش في الكون من اليهود النصارى المجوس اللي يقول لك العدل ماشي من المعروف. كلهم كيقولوا العدل من المعروف، فين غيختلفوا؟ ملي شي واحد فيهم يظلم تقول له هذا راه ماشي عدل، لا يقول لك عدل. ولذلك يبدلوا مفهوم الشر ومفهوم الخير، كيقلبوا المفاهيم، الخير يسميه لك شر والشر يسميه لك خير. لكن منطق الخير ومنطق الشر منطق كوني، ما عندوش علاقة بفلان ولا علان. السرقة في جميع المجتمعات شر منكر، يعني كثير من القيم معروفة، هذيك القيم اللي تحولت وضيعوها بنادم اللي ضيعها. مثلا الزنا، عند كثير من المجتمعات مع الأسف الآن خاصة يعني في الغرب أوروبا وأمريكا ما بقاش شر، بينما الحكماء ديالهم مازال إلا أن كيقولوا شر. وهذا الشيء ماشي قديم عندهم، يعني في القرنين الأخيرين الماضيين، القرن 19 والقرن 20 الماضيين عاد تخسرت عندهم المفاهيم. أما قبل ذلك معروف، تاريخ الأدب الأوروبي كيشهد بأن هذه القيم هذه كانت مقادة. فرنسا اللي كيعرفوها مغاربة بزاف، يعني القرن 18، القرن 18 الميلادي، مازال الفرنساوية كدير الخرقة في الرأس، كتعريش رأسها وما تلبش المقزب، تلبس طويل مستورة. وكان عندهم يعني الزواج وعندهم الزنا، عندهم الحقائق كما هي. لكن جاءت أفكار ديال اتجاهات اللي هي سيئة مدمرة، مع الأسف على رأسها أفكار ديال اليهود، فلسفة اليهود، الفكر الأنثروبولوجي كما يقولوا ليه ديال اليهود، يعني واحد العداد ديال الجهات فعلا اللي ساهمت في تدمير القيم الخلقية في أوروبا لتصدر إلى العالم الإسلامي. فلذلك مفهوم الخير ومفهوم الشر مفهومان ثابتان، وباش ربي تعالى يدير لهم لوتاد لوتاد، سمى هذا معروف سمى هذا منكر. ولذلك لما قال لي تعارفوا باش تبنيوا الحق وتبنيوا الخير فيما بينكم، والدليل القاطع على هذا المعنى قوله مباشرة بعده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففسرت اللواحق السوابقة. يعني الأسلوب ديال القرآن اللي جاء من بعد بحال الطبع على المعنى ديال المعروف، على التعارف، راه ماشي التعارف يعني تعرفنا وبعنا وشرينا، وفلان فرنساوي الفلاني كنعرفه ولا كيعرفني، ولا اليهودي الفلاني كيعرفني وكنعرفه، ولا خويا المسلم كيعرفني وكنعرفه، أبدا. لأن ماشي هذه العلة علاش خلق الله البشرية، هو كيقول لنا هذه هي العلة. يا أيها الناس إنا خلقناكم، هذا راه الخلق، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، غير نتعرفوا في السوق ولا في البيع والشراء ولا في التبادل التجاري ولا في المنطق الثقافي العام، لا يصلح هذا ولا يتسق مع حكمة الله التي ثبتت في آيات كثيرة كما بينت قبل قليل أن علة الخلق للبشرية في القرآن وفي السنة تتعلق بالصعود من الأرض إلى السماء. نتعرفوا باش نقلبوا على الطريق اللي توصلنا رب العالمين. أما إذا ما كانش يعني تعارف وصل بينا لهذا المستوى فلم نتعارف بعده، مثل ما كتعرفني مثل ما كنعرفك. وحديث رسول الله الصحيح المليح واضح في هذا المعنى، حينما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. غير عرفتني عرفتك صافي أنت تولفوا، لا، التعارف بهذا المعنى أي ما تعارف منها على الحق
ما تعرف منها على المعروف، ما تعرف منها على الخير ائتلف، وما تناكر منكر، وما تناكر منها اختلف. واضح الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بيان، وأي بيان لمحكم القرآن. لهذا إذن هذه النظرة العميقة اللي كتربط بين عالم الغيب فعلا وعالم الشهادة، رب العالمين يجملها ويختزلها كأجمل وكأدق ما يكون الاختزال والإجمال في هذه الآيات. والله الإخوة الكرام، إلا القرآن فيه واحد العمق، عمق عمق، نتأسف نتأسف وأشد الأسف أن أعمارنا والله لا تكفي لتدبره، ولكن المؤسف جدا أننا نهمله. يعني بحر بحر لا ساحل له، محيطات هادرة بالمعارف والكنوز والأنوار تهديك في خصوص حياتك. عندك مشكلة وخاص غير قد النملة، راه الحل ديالها كاين في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تلقى نفسك انت فلان ابن فلان بمشاكلك الصغيرة غتلقى راسك في القرآن، لأن القرآن مرآة النفس. كل نفس ملي تجي للمرايا، هذا مثال يضربه بعض العلماء وهو لطيف، تجي للمرايا وتشوف فيها راسك، غادي تشوف راسك. ملي تحيد انت ويجي واحد اخر غيشوف راسه، ما غيشوفش داك اللي كان من قبل. فكل وقفتين في المرايه هي المرايه، ما كتبدلش. القران هو القران، ولكن لما كتبدل القرايه كتبدل الصوره اللي كيعطيك القران. فالصور التي يعكسها القران لا تنحصر وتتعدد بتعدد القارئين والتالين للقران. وربي تعالى كيرفع التحدي امام البشريه، كيقول لهم غير قراوا، ولو كانوا كفارا خيكون كافر، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضمن له ديك الساعة يمشي لعند صحابه، ثم أبلغه ما منه، ما تأديش، وحميه في الطريق توصل عند صحابه الكفار. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون ما القرآن. فربي تعالى ضمن حق السماع، ضمن حق السماع للقرآن مش المسلمين، الكفار. ولذلك كانت مقاصد الجهاد في الإسلام وفي تاريخ الإسلام هو تحطيم السدود والحدود التي تمنع وصول القرآن إلى الآخرين. هذه من بالمقاصد التي كيسموه جهاد الطلب، على شكل الغزو ديال المسلمين إلى بلاد أخرى في التاريخ، لأن هذه البلاد ضربت على رأسها الحصار الحديدي، ما خلاتش الكلمات ديال الله توصل. فالمسلمون جاهدوا لإيصال كلمة الله. ملي كتوصل اش كيقول لهم ديك الساعة؟ ياك وصلت لا إكراه في الدين، اللي بغى يسلم يسلم، اللي بغى يكفر يكفر، ما كاينش إلزام، ولكن أنا غير خصني الكلمة توصل، ما تمنعنيش نوصل الكلمة ديالي. فكلمة الله جل وعلا الذي هو القرآن، ربي تعالى رفع به التحدي فوق البشرية. وفعلا لو أتيح لهذا القرآن أن يسمع في العالم بوجهه الصحيح بدون تشويه وبدون تشويش، لبلغ الإيمان مبلغ الخير والبركة، ولظهر الدين حقا رغم كل السياسات العالمية ورغم كل سلطات القهر والاستبداد في العالم، سينقلب كل شيء. المشكل الأساس عند المسلمين أنهم هم أولا لا يسمعون أساسا للقرآن، باش هما يقوموا بمهمة ديال الرسالة القرآنية هما برسهم ما كيسمعوا في القرآن، غافلون. هذا وضعنا مع الأسف الشديد. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كيجي المقطع الثاني الذي يكمل هذا المعنى، شوف الجهل ديال البشرية، وقالوا اتخذ الله ولدا، كيجسدوا المعنى ديال الألوهية في بنين يدعى له سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. وهذا من سوء الفهم ومن سوء الإيمان ومن سوء الاعتقاد الصحيح لله جل وعلا. هو ربي تعالى يقول لك ولله المشرق والمغرب، علة العلال، منشئ الأسباب والعلال. كيف يكون سبحانه وتعالى في حاجة إلى بنين؟ يعني تصور رديء جدا للذات الإلهية، رديء جدا، تصور خشبي متخلف. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وانت بغيت تستوعب الذات الإلهية بعقلك الضيق وتجسدها في بنادم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هذه العبارة ديال سبحانه فيها واحد القوة ديال تنزيه الله تعالى أن يكون له مثيل أو أن يكون له شبيه، ماشي التصور ديالك الخاطئ. يعني ربي تعالى كيحطم التصورات الوثنية، وهي وثنية فعلا، التي تخطر ببال الإنسان بسبب ما يزرعه الشيطان. سبحانه، بل له، كيرجع عود الملكية والمالكية اللي بدأ بها. قال قبل ذلك ولله المشرق والمغرب، الآن كيقول لك بل، بل فيها الإضراب، فيها التعنيف، فيها التهديد. بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل ما في السماوات والأرض، إن هو إلا عبد خاضع خانع لله الواحد القهار. كل له قانتون، بديع السماوات والأرض. وجاي يعني أعطينا صفة الخلق اللي هي إبداع، والخلق والإبداع والصنع كلمات بعضها من بعض، لكن كل واحدة عندها معنى. فالله تعالى خالق
أي أنه كي خلق كي يكون شيء، وقد يخلقه من لا شيء، ما عمره ما كانوا يكونوا من عدم، للعقل ديال البنت ما يقدرش يستوعب أنه خلق شيء حاجة من عدم. ماشي بحال تقول ودي خلق الأرض كما يقولون في النظريات الآن يعني الفلكية، كان واحد العرام ديال الغبار والضباب والسدم والجمعات وتكونت الأرض. لا، داك خلقوا شيء من شيء، خلقوا شيء من شيء. لا، الخلق فيه مرحلة أولى وهي خلق من لا شيء، فيه معنى الخلق من عدم، ما تصور لا غبار ولا كذا ولا كذا، العدم. والعدم ما عندكش القدرة تصوره بخيالك، لأن العدم ماشي هو الفراغ، ماشي هو الصفر، ماشي هو الفضاء، لأن كل ذلك وجود، وجود غازي، وجود مهم، وجود شيء ما هنالك. العدم يعني اللا شيء، اللا شيء ما تقدرش تصوره في خيالك، ولذلك ما عندوش سمية، سمية الحقيقية ديالو ما عندوش. فتسميته بالعدم إن هي إلا كلمة نطلقها على معنى مجهول، لأن ما عندناش القدرة نسميه. ولذلك قال في القرآن: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا قال مذكورا. لأنه يمكن يقول لم يكن شيئا، يورا لم يكن شيئا كافية، لم يكن شيئا، لكن زاد مذكورا، ما عندكش القدرة تسميه لأنه غير خاضع للتصور. فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، ما تستطيع أن تتخيل شيئا. يعني لأنه لما تبغي تزيد بعيد الدماغ ديالك يترس، لأن فين غادي؟ غادي عند الألوهية. الألوهية محجوبة عنك، محجوبة عنك بسطور الأنوار التي لو كشفت لاحترقت أنت ومن في الأرض جميعا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: حجابه النور، أي حجاب الله تعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. لا طاقة للوجود، أي وجود، عن استيعاب نور الله الذاتي. ولذلك برحمته وبلطفه تستر علينا بحجب الغيب. نرجع إلى ما نحن فيه. إذن هذا الخلق الذي هو يعني معنى من معانيه، قلت من معانيه الخلق من عدم، عنده واحد صورة أخرى وهو الصنع. يعني علماء الكلام والفلاسفة كيسميوا الله تعالى الصانع، وهذه تسمية غلط. أولاً ما كاينش اسم الله الحسنى، ما كاينش الصانع، ولكن هي حركة من حركته سبحانه وفعل من فعله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لأن الصنع إنما هو معنى جزء من الخلق، الصنع بعض الخلق وليس كل الخلق. فحينما سبحانه يخلق شيئاً من شيء، لأنه يخلق شيء من لا شيء، كان مرحلة كيخلق فيها ربي تعالى شيء من لا شيء، وهي بدء خلق الكون، ولكن تأتي أحوال ومقادير يقدر الله تعالى فيها أن يخلق شيئا من شيء. وقد خلق آدم من طين، هذاك خلق وفيه معنى الصنع. فهنا الخلق مع الصنع كيترادفوا، كيتجدوا، والترادف ما كاينش 100% عمره ما كاين. فلذلك الخلق قد يكون صنعا وقد يكون إبداعا، وهو بديع السماوات والأرض. لأن إبداع الشيء يعني لا مثيل له، يعني هو خلق الشيء كما يقول المفسرون والعلماء، خلق الشيء على غير مثال سابق، ما عندوش موديل قديم دار بحاله. بديع السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض، النظام الكوني كله ما عمره ما كان بحاله ولا ما يشبهه. وهذا أيضا مما ينطبق عليه معنى فاطر السماوات والأرض، يعني بدأها خلقا ولم تكن شيئا مذكورا، بديع السماوات والأرض. فالصنع هو الجانب، يعني جانب التحويل أو الخلق التحويلي، كيف يحول الله تعالى الطين المسنون، الحماء المسنون، يعني الطين خامج فيه نتونة ما تقدرش تشم ريحته، يحوله الله تعالى إلى آية من الجمال الباهر في الذكر أو في الأنثى، وأصله طين. الماء المهين الذي يخرج من الذكر والأنثى يصنع منه الله تعالى الجمال الفائق، خلق، خلق لكن فيه معنى الصنع، ولكن ديال الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم الله تعالى الحقيقي الخالق، لأن ما تقول خالق فقد جمعت التكوين من لا شيء وأدخلت معنى التكوين من شيء، ولكن بالصنعة دي الله مش بالصنعة دي البنادم، لأن البنادم ما يصنع إلا بالموديل، إما يقلد واحد سابق منه أو يقلد الطبيعة. ما من صناعة بشرية إلا وهي صناعة تحويلية، واخا يقول لك راه دار ابداع وعنده حقوق ديال الابداع، في نهايه المطاف صناعه تحويليه بالمعنى الفكري للكلمه، ما هو الا ان حول فكره وجدها في الطبيعه الى شيء صناعي مادي، ويبدا يطور ويطور 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 في نهايه المطاف. ما طار الانسان الا لانه لاحظ حركه الطيران في الطيور،
وما شابه ذلك كثير من العالم الأول المادي اللي يمكن لك تسميه بالعالم الحجري، حيث كان الإنسان ينحت أدواته من الحجر، حتى العالم الميكانيكي حتى العالم الإلكتروني الإنسان يحول وليصنع حقيقة. الصنع الحقيقي ما عندهش، عنده التحويل. أما الصنع الإلهي فهو خلق، إنك يخرج لك النقيض من النقيض. ولذلك واحد عدد فزعه في مخه في القضية ديال الاستنساخ، ما يفزعنيش نهائيا. قل لهم اصنعوا الخلية، ما تهز لي الخلية من جسم صحيح، هذا تخريب وداخل في يعني في التخريب ديال البيئة، تخريب الإيكولوجي اللي راه يتحدثوا عليه 100% داخل فيه، داخل في تغيير خلق الله جل وعلا. ولكن عمليا هذاك راه واحد القناة وواحد المدخل من المسالك اللي دايرها الله تعالى في الطبيعة. قال لك ربي ها هي المداخل، واختار انت منين تدخل. وكيقول لك الا دخلت من هنا غاتخرج من هنا، الشبكة الاجتماعية والحضارية والوجودية تخرجك لهنا، وإلا دخلتي من هنا تخرج هنا، وإلا دخلت هنا أعطانا البيان. قد بينا لآيات لقوم يوقنون، وتحمل مسؤولية الاختيار ديالك وما غتخرجش على قدر الله، لأن الشبكة مضبوطة عنده. دخلتي من هنا كيقول لك غتوصل حتما لهنا، ودخلتي من هنا غتوصل حتما لهنا، لكن أعطاك اختيار واحد تقرر من أي باب غادي تدخل. الشبكة كبيرة أنت كتختار، بحال دابا هذه الشبكة المعاصرة ديال الإنترنت فيها مداخل عنكبوتية للشر الأسود، وفيها مداخل عنكبوتية للخير. فإذا من اللي تحصل وتوقع في جريمة وتوقع في مشكلة، أنت ضربت بيدك في المرحلة الأولى في اللحظة الأولى وقررت باختيارك دخول الشبكة ديال الشر، كتحمل مسؤوليتك وتحمل ما قد يعلق بذهنك وبوجدانك من التدمير النفسي للإيمان ديالك والشخصية الوجودية ديالك والثقافة ديالك. علاش ضربت الضربة الأولى وقررت دخول الشر وأنت تعرف أنه شر؟ فإذا راه واحد المعنى تقريبي، الكون كله شبكة، ماشي غير الشبكة الإلكترونية ديال الإنترنت اللي كاينة، وإنما هو راه قلنا الإنسان يحول، الكون كله هكذا. الأثير الموجود في الفضاء يعني العلاقات النفسية الوجدانية بين الناس، يعني شبكة ربانية هائلة، من الأرض للملائكة الجن، من الأرض للسماوات العلى، راه كون واحد تجمعه وحدات عضوية. راه ما كاينش فرق بين الأرض وبين القمر وبين الشمس وبين سائر المجرات البعيدة بملايين ملايين السنوات الضوئية وبين الطبقات العليا من السماوات، كله شبكة واحدة مشدودة بالأسماء الحسنى، مشدودة بالأسماء الحسنى. ولذلك هذه الأسماء الحسنى راها أسرار رهيبة غريبة فعلا. ما من شيء موجود ينقطع عنه اسم من أسماء الله الحسنى الذي هو بسببه موجود ينطفي، ما ينقطع رزق لأحد من بني آدم أو الجن أو الإنس أو الملائكة أو أي شيء، ما انقطع رزق إلا لأن نور اسم الله الرزاق حبس عليه. ما تنقطع حياة أحد إلا نور اسم الله من أسماء الله الحسنى المحيي انقطع عليه. تيار الكهرباء الضوء اللي وصل له من اسم الله تعالى المحيي الحي سبحانه وتعالى المحيي طفى مشى مشى إذا انتهى ثانية. وهكذا زواليك من سائر الإسماء، العزيز إذا زل انقطع عنه نور العزة، وهكذا وهكذا. يعني كل أسماء الله الحسنى محيطة بالكون، إن الله واسع عليم. وأسماء الله الحسنى لا تنحصر، ما هي شيء 99، لا هي 99 اللي تعطتنا احنا نعرفوها. إن لله 99 اسما، هذا في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن. أش قال؟ أعطى 100 إلا واحد. إن لله 99 اسما مما أذن به، اللي أعطى الإذن باش نعرفه، أعطى 100 إلا واحدة، وإلا فأسماء الله لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا. إذن هذا الشيء العجيب فعلا، كيف أنت تجي تختصره بتخشيب العقيدة الإسلامية تضبع الخشبة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت بديع السماوات والأرض. ومن الفوق كيقول سبحانه وتعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني عقيدة رائعة هائلة تشعرك بالأمان، لأنه اللي كيتكلم معك سميته البر الرحيم الحكيم العدل، ما يظلمكش أبدا، ما يظلمكش نهائيا، ما تخيلش أنه يأذيك سبحانه وتعالى ظلما أبدا، ولكن كيحملك المسؤولية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هو تما كيقول لك رد بالك انت اش من خيط شبكي اش من مدخل غادي تدخل فيه بين لك. يعني مشكل فعلا اللي كل ما بينش، ولكن بين رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والبيان جاء هذا القرآن الكريم.
خاتمة القول. وقال الذين لا يعلمون، وتكلمنا في الحصة السابقة عن الذين لا يعلمون، لا يعلمون الجاهلون بالله، من اليهود، من النصارى، من العرب المشركين، رغم ما قيل في الخلاف في المسألة بين أنهم مشركوا العرب أو النصارى، كل أنا وأنت نسأل الله العافية، يعني أي أحد أصيب بالجهلي بالله فهو داخل في هذا المعنى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني شنو المشكل ديال هذا النوع ديال البشر؟ باغي آية مادية، يعني الى هذا الدين حق خصني نشوف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كيمشي في البحر ولا كيطلع في السماء ولا عنده جنه من زخرف، ونشوف يعني هؤلاء الاولياء الصالحون عندهم خوارق ومغربات. ولذلك مع الاسف اقول بكل صراحه انحرف تدين كثير من الناس وبداوا يعتقدوا الولايه في الناس اللي عنده غرائب، ولذلك التجا الناس الى السحر والكهانه ويخدعوا عباد الله ويقول لهم هادو اولياء الله وهو لا يحسن صلاه ولا زكاه ولا صياما وكله وسيخ نجس. شمن ولايه هي؟ الولاية عندنا في الإسلام مش بالمعجزات، الولاية عندنا في الإسلام ليس بالكرامات المصطنعة أبدا، البينات اللي جات قد بينا الآيات لقوم يوقنون هي القرآن الكريم. البينات هي ماشي آيات مادية، لا، كيقولك ربي تعالى تفاعل معها أنت في النفس ديالك وسترى في خصوص حياتك حقائقها ساطعة. دخل الشبكة ديال الخير وغادي توجد قدامك المسددات والممهدات والتي تعينك على طاعة الله، وترى بعينك أن تعبد الله كأنك ترى، وترى بعينك أنك تترقى في معراج الإيمان الروحاني الحقيقي. العصر ديال تخشيب البينات انتهى. ربي تعالى لما صفت سيدنا موسى بالآيات التسع اللي من بينها العصا تنقلب حية واليد التي يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء، والقمار والضفادع والجراد والدم وما شابه ذلك، صفتها لواحد البيئة متخلفة. هذه الآيات المادية صفتها البيئة متخلفة، هي بيئة الفراعنة وبيئة بني إسرائيل التي تأثرت بالبيئة الفرعونية، بيئة معمرة بالسحر، الكهنوت يؤمنون بالخوارق. والله سبحانه وتعالى يقول لك أنا بغيت الإنسان أرقى، مش إلى هذا الشيء درت الإنسان، بغيته باش يربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة. ربي تعالى باغيك ماشي حتى تشوف الخارقة، لا، هذه السنة المستمرة، الحياة الطبيعية خصك تشوف فيها التأثير ديال أسماء الله الحسنى، فإن لم ترى فأنت أعمى. وهكذا نص القرآن الكريم بوضوح، قد جاءكم بصائر من ربكم، هي الآيات القرآنية، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إذن أنا وانت خصنا نبذل واحد المجهود كبير من أجل أن نبصر الحقائق، حقائق الوجود البشري والكون كله من خلال هذه الآيات، ماشي غتشوف تما الخوارق والمعجزات، سترى أكبر من ذلك بكثير. غادي تولي ديك الساعة ديك المعجزات المادية بسيطة بالنسبة لك، لأنك كتشوف شي حاجة أعظم، كتشوف كيف أن هذا الحدث الصغير اللي ما يديها في حد كيف أنه مرتبط بعالم الملك والملكوت، كيف أنه مستجيب لنور نازل من عند الرحمن بينه وبينهم ما شاء الله. شي غريب، كتشوف كيف التأثير ديال رب العالمين الحي القيوم يعني مقابل شغله في كل شيء، يعني راه تعطيك واحد الرؤية عظيمة ويبالك الضوء في الطريق ديال كيفاش تسلك بلا ما تتأذى بلا ما يقيسك والو، كيف تستجلب رزقك وتحسن حياتك ويستقيم كل أمريك، لأنه كتعرف المحاذير ديال الخطر راك غادي في الضوء ما غاديش في الظلام، ومحاذير ديال الشر وكتبان لك فعلا الخطوات ديالك فين غتحطها. هذيك هي الآيات، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ما دمت لست بموقن، ما دام عندك تردد فعلا بأن هذا القرآن واش يعطيك الحقيقة ولا ما يعطيكش، ما توصلش تحقيق اليقين أولا في أن هذا القرآن فعلا هو رسالة من عند الله لي ولك، ما تدوبش الشخصية ديالك داخل الجماعة البشرية تقول وا القرآن جال الناس كاملين، نعم جال الناس كاملين، ولكن شكون اللي صيفطو؟ رب العالمين. الخطاب البشري تعرف كيوقع لنا؟ كيوقع لنا تداخل بين نفسية الخطاب البشري وبين الخطاب ديال الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه أنا ملي كنتكلم دابا هذه الكلمة في هذا الموقع هذا أو أي واحد يخطب من شي جهة كيف ما بغى يكون، ما عنديش أنا في الوعي ديالي يعني القدرة ولا الإمكان أنني أعرف بأن كلامي وصل بنفس المستوى لجميع الناس. ها واحد. الأمر الثاني، تفاعل ديال اللي كيسمع لي في هذه اللحظة هذه ماشي بنفس المستوى اللي كيقول أنا واحد في وسط الناس، عندي راني كنتخيل مع راسي الأمور كي بغيت، كنفكر في حياتي كي بغيت، كناخذ من كلام هذا السيد هذا داكشي اللي بغيت إلى آخره، يعني كاينه قطيعة بيني وبينك 100%، ولما كيكون الاتصال ما كيكونش 100% كيكون نسبي.
هذا كراه رب العالمين اسمه سبحانه، ما عندوش هذا المشكل أبدا. لما يخاطبنا بكلام واحد في اللحظة الواحدة، كلامه هو سبحانه وتعالى يصدر به إلى جميع الخلق. إذا دقيت بابك شرط عليك حاجة واحدة، قال لك دخل في الشبكة ديالي اللي هي القرآن الكريم. إذا دخلت غادي تسمعوا وغادي تشوفوا سبحانه وتعالى. سولوا سيدنا علي، قالوا لي أترى ربك؟ واش كتشوف ربك؟ أترى ربك؟ قالوا وكيف أعبد ما لا أرى؟ وكيف أعبد ما لا أرى؟ حقيقة الرؤية الروحية والله واقعة، أما الرؤية البصرية هادرة، يعني هذا تخشيب للذات الإلهية سبحانه وتعالى. يعني تجسد أنت باغي تقبل الله سبحانه وتعالى وتجسده باش تشوفه بعينيك. إذا أنت ما كتعرفش الله، الله سبحانه. لماذا لا تدركه الأبصار؟ لأنه فوق طاقة الحس. خلي الروح ديالك تشوف، فإذا فتحت نافذة الروح رأيت، وفي ذيك اللحظة ملايير الكائنات مما لا حصر له فاتحين وداخلين الشبكة ديال الله، وكلهم ربي تعالى كيتكلم معهم وكيجاوبهم وكيشوفوه وكيشوفهم، ولا يشغله أحد عن أحد. راه يتكلم في ذيك اللحظة اللي راه يتكلم معك بالقرآن، انت راك مع القرآن وتفتح لك الخط لأنك دقيت بصدق، تفتح لك الخط. في ديك اللحظة ربي يتكلم مع نملة، مع حوتة في البحر، مع ملك كيعطي أمر لكائن من الكائنات، وفي اللحظة نفسها، لأنه هو سبحانه فوق الزمان حاكم على الزمان. ما تخضعش الله للحدود النسبية ديالك، ما تخضعش الله للزمن اللي كتعيشه، لأنه خلقك وخلق الزمن وحشاك فيه، فهو ما دخلش معك في الزمان، هو فوق الزمان. الله ليس له نهار ولا ليل، وثبت هذا بالأحاديث الصحيحة المتواترة. فالربوبية عندكم الإخوان جزءها وتخضعها للمقاييس البشرية. دقوا باب القرآن ولا عليك كيف سيقع، ما كيهمكش هذاك الشيء، شغل ربي. يعني كيفاش غادي يوصلك، كيفاش انت غتوصل، هذاك الشيء شغل ربي. شغلك انت حاجة واحدة، دق الباب بصدق، هو يجيبك سبحانه وتعالى. ما تقولش كيفاش غنوصل، غادي توصل. شرط واحد قلت، دق الباب بصدق، ما تجيش دق باب آخر، لا، دق باب الله وبصدق تنفتح الأبواب. قد بيناها، يعني داك الشيء اللي باغي تعطي، تعرفوا شنو هادي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، والاخرين كل واحد واش طلبوا، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. ماشي قال لهم هذا الشيء راه ما عطيت لكم شيء، لولا يكلمون الله او تاتين ايه. يعني كيقول لهذه البشريه العمياء هذه، كيقول لهم يا العمي راني عطيت لكم، راه هذا المعنى. قد بينا هذا الشيء اللي كتطلبوا راه كاين، ما لك تطلبوا، اذا انت لا تبصر. قد بينا لاياتي، ياك بغيت تسمع بغيت تشوف، كتسمع وتشوف ولكنك اغمضت بصيرتك، العينين ديال روحك سدهم وفتح واحد العين الاخرين ما كيشوفوش. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. افتح عيني الروح ترى الحقيقه جليه كامله. قد بينا الايات لقوم يوقنون. والله الاخوان خاتمه الكلام والخير في هذا القران لا ينقطع تدفقه وكثره لو ان نشد كتاب الله تعالى ونقراه، كل واحد يقراه بميزان المراه، يعني تقرا على ميزان النفس ديالك، على الضعف ديالك، قرأ على الضعف ديالك، نقاط الضعف ديالك قرأ عليها القرآن، وقرأ على نقاط القوة ديالك. تشخص لك النفس ديالك في المرآة ديال القرآن وتبدأ تشوف راسك، هانت ها حالة الضعف ديالك، ها حالة القوة ديالك، علاش ما دازتلكش هاد الطريق ما سلكتش؟ لأنك انت راك درت واحد الخلل هنا ما تشوفوش بخارج القرآن، لأن اللي بقيت تشوفه في الدنيا عمياء. شوف المرآة الصافية كتاب الله سبحانه جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.